مرحبا، أنا نايا حسن من سنة سادسة البشري، واليوم حابة أحكي لكم عن تقنية جديدة بالأستاذ ميديسن، وهو إسماعيل الجمر. أستاذ ميديسن هو شيء بيختلف عن كوزمتيك ميديسن، لأنه هو بيعمل بالجمر الطبيعي، شيء غير البلاستيك سيرجري والكوزمتيك ميديسن العام. هيدا التقنية الجديدة هي الميزو بوتوكس، يعني أنا حبيت أحكي عنها لأنه ما أنا كثير منتشرة عندنا هون، يعني هو أكثر شيء وكثير قليلة هون بنحكي حدا عم يعملها عنا بسكوت. هلا أول شيء ميزو بوتوكس مثل ما ملاحظين هي كلمتين، ميزو بلس بوتوكس. ميزو مأخوذة من ميزو ثيرابي، والبوتوكس هو حقن البوتوليوم توكسين بالعضلات لحتى تؤدي لشلل وزوال تجاوب. هلا هي تقنية جديدة بدنا نقارنها بالشيء اللي قبله، رح نقارن هون ميزو بوتوكس مع البوتوكس العام. أول فرق بيناتهم هو مكان الحقن. هلا عندنا البوتوكس العادي بينحقن بالطبقة العضلية هون، أما الميزو بوتوكس بينحقن بالطبقة القدم العميقة هون، وبيؤدي هيدا لتأثر العضلات السطحية الموجودة هون وملحقات الجلد الموجودة بالقدم اللي هي مكونات القدم. كان القدم العلاقية والكبد الدهنية، وهالشيء بيؤدي لتقليل الإفرازات الدهنية والعلاقية عند المريضة والمريض، وبيعطي نتائج كثير حلوة. ثاني فرق عندنا هو التركيز البوتوليوم توكسين المستعمل هون بيكون تركيزه أقل بكثير من البوتوكس العادي. ثالث فرق هو اسمه الميزو إفكت، اللي بيعطي نفس تأثير الميزو ثيرابي، بيؤدي لعدم المساومات الموجودين بالبشرة، بيؤدي لتضيق وبيعطي نتيجة البشرة أكثر إشراقا ومضارة وبيعطيها نفس تأثير ميزوثيرابي. رابع شيء هو في عندنا منطقة حول العين، هذه المنطقة هي المنطقة البوتوكس اللي محط البوتوكس فيها لحد الآن ما أنا مسموح الـ FDA ما أنا سامحته، بس فيها ما عم يشتكوا لأنه ممكن يؤدي لآثار جانبية ممكن يصير انسداد الجفن بيأثر على الرؤية. أما هذا الميزو بوتوكس فينا نحطه كل زمان في هيدا المنطقة، بالإضافة لأنه بزيد التجاعيد كمان بزيد الهالات السوداء حول العين، وبيؤدي لأنه مع الوقت بس يشيخ الإنسان بحتة عند الضيق، فهو بيرجع بيفتح هيدا العين الفتحة بحسن النظر بشكل كثير كبير. رابع شيء هو التهدي الرئي، طالما نحن عم نحقن البوتوكس الطبقة القدم العميقة، فهي عم تأثر بس على الطبقات سطحية من العضلات، فعضلات الإنسان عنده قدرة على التعديل، لأنه يعني حنا وقت عم يصير وشه بيقولوا لهم ليدي فيس، وجه المايل ووجه البلاستيكي، لا عنده قدرة إنه يعبر عن مشاعره، ما عنده قدرة إنه يضحك أو يرقص، فهيدا كثير بيقلل القيمة الجمالية برأيي للبوتوكس. أما الميزو بوتوكس ما رح يعيد الحياة لهيدا الوجه، طبعا ما عنده بلاستيك فيس. هلا المناطق اللي بيطبق فيها هي منطقه حول العينين ومنطقه الوجنتين ومنطقه العنق ومنطقه البيكونيتين والظهر اليمين. كمده مده النتائج هلا انا شفت كذا دراسه كلهم بيختلفوا من الرقم، بس اكتشفوا بيتفقوا انه من 4 لـ 6 شهور بالضبط الفعاليه، وبعدين لازم نكرر الحقن ولازم عبري لأسبوعين بعد الحقن لحتى تظهر نتائج الحقن. هلا كيف بدنا نطبق الميزو بوتوكس؟ أول شيء بنطهر البشرة بأي مرحلة معينة، ثاني شيء بدنا نقيم وجه المريض قبل ما نبدأ بالحقن، سواء بجس العضلات أو بالنظر العادي بدمعه، بعدين نحن رح نشوف وين في عندها تضاريس المريضة والمريض، مناطق الانخفاض ومناطق الارتفاع، وكل من هيك منطقة بنعطيها لمس معين بالسيرجيكال بين ونرسمها قبل ما نبلش حمل. بعدين الحمل في عندنا 3 طرق ممكن نحكم فيها. اول شيء عندنا الميزو ثيرابي جان مسدس الاوفرن ميزو ثيرابي، والمايكرو نيدلينج او السيرنج العادي سيرنج الانسولين بنحقن فيه البوتوكس. هلا التراكيز او التركيبات المعده في بتختلف عن بعضها بالتراكيز، وفي بعضها ممكن نضيف لهم مواد معينه فيتامين معين أو مخدر وغيره حسب كل حالة وكل منطقة إلى بلش. هلا الآثار الجانبية فينا نقول إنه هي مهملة لأنه كثير نادرة، ممكن تصير شوية ألم شوية حكة شوية تقدمات،
الطاقم اللي تابت لبعض المشاكل هم بس تفوت بيتش ما هي طريقة أعمل هلا بتعرش هي أهم شيء هون أنا مكتوري اسمه before and after so هلا أنا هيدا الشعب الأسرية كان تشوية تجارعيد ما كتير أكبر ثلاثي بمنطقة الجبهة فكل اللي سبوزنس وزارة تجارعيد شكل نهاية تماما وعطا كتير نتيجة لأكبر سيدة كان راح تصوصها سيدة عم تعلم تجاعيد منطقة حول العين هون ومنطقة حول الفم جنبتين تقول لي زبطت خفت التجاعيد بشكل كثير كبير ما ضل شوية تجاعيد بس يعني كثير كانت نتيجة حلوة ونفس الشيء خفت هون كنا لاحظين عطش تأثير الميزو ثيرابي انه عطى اشراق مضارع للبشرة هون نفس الشيء تجاعيد حول العين كمان بس هون زايدة تقريبا بشكل كامل عند هيدا المريض هلا منطقة العنق مع تقدم السن في عضلة هون بالعنق اسمها عضلة الكلاديزما هيدي العضلة كثير كبيرة بس بتعطي تجاوزات بشعة ممكن تكون سبب امراض يعني بشكل نفسي عند المريضة تقول لك في دور بوتوكس وشوفوا نتيجة رائعة من حيث زوال تجاوزات هون الديكوميتين اللي هي قطع اسفل الرقبة على الصدر المريضة هون ما كانت تجاعيد بس شوي بالمنطقة بس مشكلتها الكبير أكبر هي الانفرازات الدهنية الزايدة عند المنطقة بعد التطبيق زالوا التجاعيد اللي كانت خفيفة وزالت الانفرازات الدهنية بشكل كامل هلا هون هيدا منطقة الأنف هيدا كانت عم تعاني كثير من الانفرازات منطقة الأنف اللي هي أصلا الإفراز الذهني فيها زاد فهيدا الشيء أدى لتوسع المسامات عندها وأدى لتشكل الرؤوس السوداء مثل ما شايفين هون وحتى هيدا المنظر اللي يعني ما مضمون فجربونا بيزوباتوكس شوفوا قديش كانت النتيجة رائعة من حيث قضية المسامات وزوال السوداء بشكل كامل وتقليل الإفراز الذهني والعرق كمان هون عندنا الصبية كانت عم تعاني من زيادة الإفرازات الذهنية بمنطقة الوجنتين وهيدا أدى لظهور عود بالشباب عندها كمان تم تطبيق الميزو بوتوكسيريا الى الافرازات واعطى مظهر كثير حلو جميل هلا مثل ما شايفين انه الميزو بوتوكس هو عم يحافظ عم يطلع الشيء الطبيعي من جمال الانسان وهيدا حتى من مقوله بيكتور هو استاتيك ديرماتولوجيست هو كثير شجع في تقنيه الميزو بوتوكس وعم شوف انه فيها مستقبل كثير واعد وهيك كانت الدكتورة نايا على محاضرة مميزة الحقيقة إنه ثانيا مميزة تفادي استنساسة وعم تعطي محاضرة تخصصية لمستوى الراقي والعالي شيء طبعا نحن مشتغل فيه والبين توجه إن شاء الله باتجاه الجندية والتجميل يعني واضح جدا من خلال المحاضرة يعطيك العافية المحاضرة كثير مميزة.